potato wedges. قصيتها من النص بعد ما غسلتها، راح نقطعهم بهالشكل هذا. صاروا بهالشكل. نسوي التتبيل، راح نخلي زيت زيتون، انا راح اخلي نصف كوب زيت زيتون لان خليت بطاطا هواي، فلفل اسود، ملح ايطاليانو، بابريكا، كارليك باودر، شوية اوريجانو، بارميجان تشيز. نخبط كل شي سوا. انزل التتبيلة على البطاطا مالتي. حميت الفرن على 475 فهرنهايت. خبطت التتبيلة ويا البطاطا، ما تتخيلون الريحة so far شكد طيبة. هسه راح حضرت سميت الفرن، حميت parchment paper، صفتهم بهالشكل هذا. هسه ندخلهم للفرن، نشويهم بالفرن. طلعت البوتيتو وجز من الفرن، وشوفوا شلون طلعوا، ولا اروع. الشكل النهائي للبوتيتو وجز، هوم ميد بوتيتو وجز اللي سويتهم بالبيت، طلعوا بالشكل هذا. ما احكي لكم عن الطعم والريحه، جربوها بالبيت وما راح تشترون من برا ابد، I promise.